مرحبا. الزراعة العضوية هي الطريقة السليمة للتعامل مع الطبيعة وحماية التربة من الأمراض المضرة بدل الاعتماد على الكيماويات. فمن خلال اعتماد هالزراعة منحافظ على توازن البيئة وخصوبة التربة. وبالعودة لطقسنا، طقس ربيع متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة معتدلة ورطوبة عادية، البحر معتدل وحرارة 118 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة فوق المرتفعات. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 15 وبلبقى 5 على المرتفعات 10 ودرجة بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية؟ وبنبدأ من رحبة 15، جبل محسن 19، المدفون 19. إذا درجات الحرارة عم ترجع ترتفع، بيسور 21، نقورة 20، ميس الجبل 17، وحمليه 18، دير الاحمر 20، وجباب 21 درجه. اما بالنسبه للرطوبه بتتراوح بين 55 و80%، حراره سطح الماء 18 درجه، وسرعه الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعه، والرياح جنوبيه غربيه. اما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. اليوم بتتراوح بين 15 و23، والجمعه بين 14 و21، ونهار السبت في احتمال لهطول امطار متفرقه وبتتراوح بين 14 و21 درجه. وهلا بنبقى بجوله على درجات الحراره ببعض العواصم العربيه والعالمية. بغداد 26، دمشق 23، الجزائر 20، القاهرة 27، وبتنتهي جولتنا بروما 18 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.